استاذه منى اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، معاكي فضيله الشيخ. دلوقتي انا عايزه اسال ان السوشيال ميديا كلها مقلوبه على فيلم منى زكي اللي هو اصحاب ولا قعد، والمشهد اللي هي عملته. فبصراحه احنا كلنا متضايقين لانه منى زكي هي اللي عملت المشهد ده، لو كانت اي واحده تانية كان عادي. فاللي هي عملته ده حلال ولا حرام؟ حاضر، هيجاوبك فضيله الشيخ. هو عموما يعني سواء منى زكي او اي ممثله اخرى، هو فضيله الشيخ هيجاوب على السؤال ويقول لك هل في شخص منى زكي أم هذا المبدا مرفوض من اساسه يعني. فهنسمع الاجابه من فضيله الشيخ محمود هنداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني زي ما عرفنا من خلال السوشيال ميديا وما اثير حول هذا العمل الدرامي، هو يعني قصة مترجمة من عمل إيطالي على أغلب الظن إلى اللغة العربية، والشركة التي أنتجت هذا الفيلم على ما أسمع وأعرف يعني أنها شركة لبنانية وليست شركة مصرية، وبالتالي فهؤلاء لهم يعني فكرهم ولهم أن 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 يعني ينتجوا ما يشاءوا. لكن هو طبعا الممثل لما يكون له رصيد عند جمهوره وبيحبه، فبالتالي مش عايز يخرج عن الإطار اللي احنا عرفناه تعودنا عليه فيه. إنسان مهذب، إنسان محترم، ما بيعملش إلا الأعمال الدرامية المحترمة الهادفة. فلما بيحيد عن هذا الطريق طبعا جمهوره بياخد على خاطره منه وبيزعل منه طبعا جدا، لان احنا طبعا احنا كمسلمين بننبذ ونرفض هذا السلوك تماما، لانه لا يتماشى مع مجتمعنا ولا مع ديننا. وزي ما بيقولوا حتى يعني ان احنا اننا مجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي يلفظ مثل هذه التصرفات ومثل هذه الافعال، لان المجتمع الشرقي لا يقبل ابدا ان يتاجر الرجل يعني عرض اهله او يرضى بالفاحشه في اهله، فهذا يسمى في الاسلام ديوث. طيب فضلت الشيخ، بعض الاراء بتقول ان ده واقع وان ده موجود في بعض الدول، وفي بعض الدول الموجود الاشياء دي بتحصل في بعض الدول، فالراي ايه يعني؟ وفي مصر برضو في بعض الأشياء، وإن كنا يعني مستخبية، ولكن الكل يعلم أن هناك في بعض الدول هذه الأشياء بتحصل. هو يعني هي إذا كانت هناك يعني بعض الشواذ وهي ليست ظاهرة بالشكل اللي هي تعمم به بهذا الشكل، ليست ظاهرة، لكنها هي إن كانت متواجدة في المجتمع الشرقي أو في مصر أو في غيرها من الدول العربية، فهي بتبقى في أضيق الحدود، فلا ينبغي أبدا أن تثار وأن يكون لها هذه الضجة الإعلامية الكبيرة، لأن ليس هذا تعبيرا عن المجتمع المصري. المجتمع المصري مجتمع محافظ، مجتمع مسلم، مجتمع شرقي يحافظ على المبادئ وعلى القيم، ويلفظ مثل هذه التصرفات التي ظهرت في هذا العمل الدرامي الذي يعني نمقته جميعا ونرفضه جميعا، بغض النظر عن الأشخاص الذين قاموا بمثل هذا العمل الذي وجد للأسف الشديد يعني من المجتمع وجد طبعا غضب عارم جدا، وطبعا من حق المجتمع أن يلفظ هذا يعني.